استباقا لسيناريو مشابه في فصوله لمحافظة إدلب، يبدو أن ميليشيا حزب الله اللبناني قد بدأت فعليا بالتجهيز لمعركة إعلامية في منطقة القلمون، تغطي من خلالها سريعا على هجوم وشيك للثوار يهدف لتحرير كامل مدينة حلب. ومع خسائر وهزائم الميليشيات الشيعية المتلاحقة بما فيها حزب الله في حلب وتخومها، تقول تنسيقية مضايا بريف دمشق إن حزب الله بدأ بخلق معارك وهمية على أطراف بلدتي مضايا وبقين للتملص من معركة حلب المرتقبة إلى جانب قوات النظام. تصعيد زاد من وتيرته سيطرة الثوار على مدخل حلب الجنوبي الغربي، وبدا واضحا باستهداف حواجز حزب الله لأحياء بلدة مضايا بأكثر من 40 قذيفة مدفعية وهاون خلال الساعات الماضية، فيما تمكن قناصة الميليشيا من استهداف 4 نساء وسط البلدة ما أدى لاستشهادهن على الفور، كما أصيب 10 أشخاص آخرين برصاص القناصة أثناء محاولتهم تشييع جثمان إحدى الشهيدات. من جهته يقول الدفاع المدني في ريف دمشق إن قصف حزب الله المدفعي شمل مدينة الزبداني بالإضافة لقرى وادي باردة، لا سيما محيط عين الفيجة وبسيمة وإفرة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.